يد الكريملين الطولى في الشيشان وحليفها القوي رجل بوتين المدلل أرسل قواته للقتال في أوكرانيا وجورجيا، وقال إنه جندي يخضع لأوامر بوتين، ليصفه الأخير بأنه ابنه الذي لم ينجبه، إنه رمضان قاديروف. لكن البداية لم تكن كذلك، فقد حارب الروس مع والده أحمد قاديروف، والذي نجح بإجبار روسيا على توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في 1993 لتحصل الشيشان على استقلالها بعد عامين. لكن الدب الروسي عاد ليشن حربه الثانية بين عامي 1999 و2009، وبعد اغتيال والده في عام 2004 ميلادي، دعم بوتين قاديروف للوصول إلى سدة الحكم في عام 2007 ميلادي، ومكافأة له على ولائه المطلق للكريملين أعادت روسيا بناء البنية التحتية في الشيشان، مما سهل له حكم البلاد بقبضة حديدية. يا ترى هل يدوم هذا التحالف أم للأحداث موقف مغاير؟